لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. واخيرا بقى اليوم المنتظر، روتين يوم وقفة عرفات. استعدينا كتير وجهزنا كتير واستنينا كتير، خلاص بقى النهاردة الوقفة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بخير وبسعادة، ويا رب كده نكون السنة الجاية كده كلنا على جبل عرفات، اللهم امين. عايزين بقى نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، واللي اول مرة تشوف قناتي ياريت تشتركي فيها وتنوريني. ويلا بينا نبدأ يومنا بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ابتديت الاول في بداية اليوم ان انا ابتديت اللي انا انقع الترمس، لاني مكنتش نقعته من اليوم اللي قبله، قلت هنقعه شوية. وبعد كده دخلت صليت الظهر، وبعد كده قريت شوية في المصحف ودعيت شوية، وقعدت بقى مشغلة الحجاج من الصبح. بصوا وانا مشغلة الحجاج كده عمالة اتفرج عليهم كده، وتلبية الحجاج شغالة، حاجة كده بجد تشرح القلب. التلبية بتاعت الحجاج على كل القنوات شغالة مباشر. بصوا قاعده كده بتفرج عليهم، انا حاسه ان انا مبسوطه وبدعي من كل قلبي ان ربنا يكتبها لنا جميعا، اللهم امين. بعد كده ابتدينا ان احنا نجهز البلالين بقى اللي هننفخها، وطلعناها كده كلها عشان نجهزها. وقلت الاول ادخل ارسلهم هدوم العيد في الدولاب. انا ما بحبش ارص هدوم العيد الا يوم الوقفة، ما بحبش اكسر زهوتها وفرحتها كده قبلها بكم يوم معلقها لهم يفضلوا شايفينها. لا، انا بحب احطها يوم الوقفة كده ورصها لهم في الدولاب يفرحوا بيها. فبرصت لهم هدوم الخروج، ورصت لهم هدوم البيت، وطلعت لهم بقى التوك والاكسسوارات والحاجات بتاعتهم كلها، حطيتها لهم في التسريحة بتاعتهم، ورصت لهم الحاجات الجديدة كلها اللي انا جايبها لهم. تمام. بعد كده ابتديت بقى ان انا اجهز الطقم اللي هم يلبسوه يوم الوقفة. انا طلعت لكل بنوته فيهم ترنج، قلت انا عايزاهم اول يوم يلبسوا كده شبه بعض كده، ويبقوا هما الاثنين كوبلز مع بعض في الصور بقى وفي كل حاجه كده، ويلبسوا زي بعض. فطلعت لهم الترنجين زي بعض، وانا كمان هلبس زيهم على فكره، انا برضو هلبس نفس اللون دوت، فنبقى كوبلز احنا الثلاثه بقى. فطلعت لهم كده لكل بنوته ترنج، وطلعت لهم كمان التوك. بصوا انا من عادتي بطلع لهم كذا توكه، وهم اللي عايزين يحطوه بقى هم يختاروه، وحط لهم بقى اللي هم عايزين يلبسوه. تمام. بعد كده طلعت لهم بقى كل الاكسسوارات، بعد كده بجهز لهم الاكسسوارات والشباشب بقى والطقم الداخلي، وبجهز لهم بقى كل الحاجه، وبطلع لهم كمان المونيكيرات. انت عايزه تحطي ده فين؟ عايزه تحطي ده في رجلك ولا في ايدك؟ لو انت هتختاري انهي لون. بفضل بصوا اخيرهم في كل حاجه، بعمل لهم اللي على مزاجهم عشان اروقهم على الاخر ويبقوا مبسوطين. على فكره احنا بنبيت الهدوم كده، يعني انا بحب ابيتها لهم كده اليوم دوت كده على السرير، بيبقوا فرحانين بيها قوي، بيبقى شكلها كمان حلو قوي. وهي هدوم العيد زي ما احنا كنا متعودين على احنا صغيرين ناخد فستان العيد كده في حضننا كده ونبات بيه، انا ببيت لهم الحاجات دي
كانوا بدأوا بقى ينفخوا البلالين، حطيت لهم كام بالونة كده جنب لبس العيد، وكمان طلعت لهم المنكرات والاستنباط بقى بتاعت الحنة، عشان هنبتدي اللي احنا نرسم بقى الحنة وناخد الشور بقى بتاع العيد. عايزه اقول لكم انا برضو بعد ما بيرسموا الحنه برضو بديهم شاور كده تاني على السريع، عشان لو في اي زوايد ولا اي حاجه في الحنه ما تطبعش في اي هدوم ولا اي حاجه. طلعت لكل بنوته طقم داخلي، وطلعت لهم فوطه بقى، وجهزت لهم بقى الشاور والشامبو. الشامبو ده ريحته تحفه جدا جدا جميل، شامبو وبلسم. نجهز لهم الحاجات عشان هياخدوا بقى الشاور بتاع العيد الحلو دوت. وبعد كده ابتدينا بقى ننفخ في البلالين. عايزه اقول لكم واحنا بننفخ في البلالين قلت لهم بصوا احنا هنعمل دلوقتي تحدي البلالين، هنشوف مين اسرع واحد فينا احنا الثلاثه اللي هينفخ البالونه اسرع، ومين اكتر واحد هينفخ البالونه اكبر بالونه وايه وهينفخها بسرعه يعني وكده. فبتشجعوا لانه بصوا هما انا صايمه معايا فمهبطه شويه فمش ففاصله، فشجعتهم في نفخ البلالين. قلت لها عادي انت لو عايزه نستنى بعد الفطار وننفخ، هي عايزه تنفخ وفي نفس الوقت ايه هزلانه كده ومش قادره عشان صايمه وكده. فابتدينا بقى بصوا تشجعوا كده وتحمسوا معايا، وبقينا كل واحد ينفخ وانا ربط وايه ونوزع البلالين كده في الريسبشن كله، عشان خاطر بصوا انا مش بحب اللي انا اعلقها، انا بحب اللي انا اطورها في الشقه كلها، حبه بقى في الريسبشن، حبه في الاطفال، حبه في عند السفره، حبه في غرفه النوم، اللي هو نمشي كده نتكعبل فيهم بيبقوا مبهجين قوي ومفرحين قوي. وبالذات بلالين الرز، بلالين الرز دي بتبقى مفرحه قوي، صوتها كده وما بيشخللوا بيها ويلعبوا بيها بتبقى جميله قوي، واحنا اساسا بنبقى فرحانين بيها فاهمين. فبصوا بقى جهزت لهم بقى البلالين كلها كده، وبدانينا بقى اللي احنا ننفخ البلالين كلها. عارفين انا قلت لهم المره الجايه عايزين بقى ايه نجيب منفاخ بلالين، لان احنا بنجيب كميه كبيره وزي كده صايمين او حاجه، فلا المره الجايه بقى نجيب منفاخ. ابتدينا بقى اللي احنا نلعب بالبلالين شويه كده ونستريح شويه كده ونلعب بيها، وبعد كده هنبتدي اللي احنا نجهز البلالين بقى بتاعه الرز. ايه احنا كنا كلنا واحنا صغيرين نملى البالونه بتاعه الرز دي ونفضل نلعب بيها وننزل بالشارع بالبلالين، وتلاقوا الاولاد بقى ماسكين المسدسات بتاعت الخرز بيلعبوا بيها، والبنات بقى مسدسات الميه والعرايس، يعني بتبقى ذكريات حلوه قوي. تلاقي الولاد كلها نازله بالبدل والبنات بقى لابسه نازله بفساتين العيد، تبقى ذكرى حلوه قوي يعني لينا احنا لما بنكبر. عشان كده انا بعمل كل ده مع بنيتي بقى انا. بصوا بقى جبنا اللونين بتوع البلالين بتاعت الرز، كانوا حلوين بصراحه قوي، حطيتوا فيهم حبه رز كده، بس اهم حاجه ان انت ما تكتريش عشان ما تفرقعش وتبقى تقل على البالونه بتاعتك. تمام، ابتديت بقى ان انا اوزع البلالين في غرفه كمان البنات كده، ايه حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا، وانا بصوا مشكله جميع الالوان في البلالين، ما خليتش لون الا لما جبناه. تمام، وحطيت لهم كمان جنب هدوم العيد كده بلالين على السرير كده، يبقوا ايه هم قاعدين على السرير كده البلالين جنبهم يبقوا ايه تبقى مفرحه مع هدوم العيد. انا ببيت لهم زي ما انتم عارفين الهدوم كده، ايه يبقوا فرحانين بقى بيها. تمام، هبتدي بقى ان انا اوزع البلالين في الشقه كلها، البلالين بتبقى مبهجه ومفرحه قوي، وبيبقى بصوا بتبقى تحس فعلا كده ان هي جو عيد بقى وبهجه وفرحه كده للعيد. الترمس كانت اتعمل، ابتديت ان انا ادخل بقى عشان اطفي عليه واطلعه واغير له بقى الميه واحط له الملح والشطه والليمون. عايزه اقول لكم الترمس كل ما بيقعد كل ما بيحلو، يعني لما باكل منه اول يوم عيد غير لما باكل منه خالص ربع يوم العيد، فعلا بيحلو بعد كده وبيبقى طعمه جميل كده، وبيحلو اكتر كل ما بيقعد بقى في الايه في الميه كده. يا سلام بقى لو تسقعيه بقى وتحطي عليه حبه شطه بقى وليمون كده وتظبطيه وتاخدي بقى ترمس وحمص كده مع اللب والسوداني والحاجات ديت، وتسهري بقى قدام مسرحيه بقى الواد سيد الشغال، يا سلام انت كده مش محتاجه اي حاجه من العيد. والله مش شرط العيد خروج وفسح والكلام دوت، العيد في حاجات كتيره قوي فيه بتفرح. نفخنا بقى الملايين بتاعت الرز وعاملين بقى نشخلل بيها. الصوت ده انا بحبه قوي، الصوت يعني ما بيزعجنيش، لا انا بحبه قوي. بصوا كل شويه اقول لهم انتوا مبسوطين، يقولوا لي اه مبسوطين فرحانين او مستنيين العيد، كل شويه ناقص قد ايه احنا مستنيين صلاه العيد، احنا عايزين العيد يجي كده بقى. تمام، طلعت بقى ابتديت دلوقتي اللي انا ده كان الوقت بتاع العصر كده، ابتديت بقى ان اتبل. النهارده انا هعمل صينيه، عارفين انتوا انا بجيبها دايما كده من سيد كده اسمها صينيه الوحوش، اللي هي بقى بتبقى ايه المشكل بتاع يوم الوقفه، اللي هو بقى ايه كفته سجق
كبدة، لحمة ستيك، يعني انا دايما بطلبها من زيت كبدة، هما بيحبوها جدا. فابتديت اول حاجة ان انا اتبل اللحمة الستيك ببصلاية وملح وكل التوابل، وبعد كده حطيت الصويا صوص، وجبت بقى الصينية اللي انا هعمل بقى فيها المشكل. حطيت الاول، نزلت كده باللحمة الستيك، تمام، ايه، وهسيبها بقى واوطي عليها واسيبها بقى تعيش مع نفسها، انما عشان اللحمة بتبقى عامة بتاخد سوا شوية، فهي ابتديت بيها. بعد كده برجع بقى ايه السجق، ايه بقى بعد كده الكفتة، بعد كده الكبدة. يعني انا برتبهم من حيث اللي هو الحاجات اللي بتاخد سوا في الحاجات اللي هي ايه يعني بتستوي بسرعة، زي الكبدة بتشم النار بتستوي بسرعة، فاهمين قصدي؟ فهجهز بقى الصينية دي وهعمل جنبها رز ابيض وهعمل سلطة وعصير مانجا، ويبقى حلو قوي كده. مش محتاجة ان انا اعمل اصناف كتير، لاني بكرة العيد بقى خلاص، ايه، هنعمل بقى فتة وهنعمل رقاق وهنعمل الحاجات الحلوة ديت بتاعة العيد، تمام. ابتديت بقى قلت بالمرة وانا واقفه اصبع الكفته بتاعتي، اللي انا كفته الحادي ديت انا مش بعمل فيها حاجه، اللي برش لها رشه ملح ورشه شطه، تمام. وبعد كده بصبعها كور صغيره، ولا بتفك ولا بيجر لها اي حاجه، وبتبقى جميله زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا صبعت الكميه كلها، احطها بقى في التلاجة تتشمع شويه، وادي كمان الكبده هتبلها بالثوم والملح والليمون والخل وحبه كمون. الكبده عامه بتحب الثوم وبتحب الكمون، تمام. انا مقطعاها كبده بانيه، بس مش مقطعاها البانيه الكبير الاول اللي هي تبقى كبيره، لا، بانيه الخرطه بتاعت البانيه على نصين، مش بقطعها عصافيري ولا اي حاجه. تبلتها وعندها وصليت العصر ودعيت شويه ودعيت لكم، والله كلكم ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم باولادكم كده ويرزقكم بكل اللي انتوا تتمنوه، ودعيت لكل اللي انا بحبهم، وقعدنا ندعي كتير قوي بعد صلاه العصر، لان قالوا ان الساعه دي بتبقى مستجابه ان انت تصلي العصر وتقعدي بقى كده تدعي كتير. فدعيت لكم كلكم ودعيت لكل حبايبي كده وكل اللي انا بحبهم كده. وبعد كده ابتديت بقى قلت لهم تعالوا بقى ايه دلوقتي، بما اني معلقه على الاكل هستغل الوقت دوت، واقعد بقى ايه، تعالوا بقى نرسم بقى الحنه كده والتاتو والحاجات والحركات بقى والايه والبتاع. المهم ابتديت اللي انا الاول اقص بالمقص، وبعد كده قلت لهم كل واحده تختار الرسمه اللي عايزاها. ميكي اختارت الرسمه بتاعت الورده، ملك اختارت ورده اكبر شويه. بحط لهم بقى على كف ايديهم، وبحط لهم المنوكير، وبحط لهم على دراعهم من فوق، وبحط لهم على رجليهم من تحت كده، رجليهم من تحت خالص، فبتبقى حلوه قوي. اللي هو ايه، بنقعد بقى ايه نرسم دي هنا نحط دي هنا، طب بصوا انا هاخد ديت، طب بصي يا ماما اعملي انت دي، لا انا اعمل ديت، بنفضل نتشاور كده لغايه ما نختار ايه كل واحدة تستقر على ايه. بصوا الاستنباط دي مختلفة شوية، عليها لزقة الشفافة دي من فوق، فبصوا كل لما اقص واحدة افضل اشيل في اللزق الشفاف دوت. بعد كده ببتدي ان انا احط حبر التاتو، واوزع بقى بالايه بالخلة بتاعة الودان كده، واسيبهم بقى قدام المروحة لغاية اما تنشف خالص، واقوم شايلة بقى اللزق واديهم بقى الشاور اللي هو التاني. يعني انا بديهم شاور قبل رسم الحنه، وبديهم شاور تاني بعد رسم الحنه، عشان خاطر زي ما قلت لكم الزوايد ما تكونش نشفت كويس، ما تطبعش في هدوم، ما يطلعوش على السرير يطبعوا لي الميلاد بقى بتاعه العيد ويبهدلوا لي الدنيا، فلا مش عايزين كده. ابتديت بقى لنا نرسم لملك كده، ايه، اختارت الرسمه الكبيره دي على دراعها شويه، الرسمه الاصغر بتبقى على كف الايد. قلت لها اعمل لك حرف الام، قالت لي فرحت وقالت لي ماشي يا ماما، رسمت لها برده حرف الام على ايديها. يعني بصوا زبطتهم ودلعتهم وفرحتهم، طلعت لهم بقى المونوكيرات كلها. عايزه اقول لكم الدرجه البتنجاني دي ما عجبتنيش خالص، البتنجاني ده كان اختيار غير موفق تماما. الذهبي حاسه برضو مش اللي هو باين قوي او ظاهر قوي، يعني بجد انا قلت هبعد شويه عن الاحمر والبينك اللي انا على طول بجيبهم، وندمت بالامانه، قلت لا، يعني مش معجبنيش بصراحه الدرجه بتاعت البتنجاني دي، انا حطيتها لهم في رجليهم بس معجبتنيش قوي. دايما بحب اللي انا اجيب اللي هو ما بيبقاش فيه لمعه، ده عشان يطلع معايا في الاسيتون، اللي هو امسحه بالاسيتون واصلي بقى براحتي، فاهمين؟ عشان انتوا دايما بتقولي لي انت بتحطي منوكير، انت بتصلي ازاي يا جماعه؟ الاسيتون في ثانيه ثانيه بتمسحيه كده بيطلع، انما اللي هو بيبقى فيه لميع ده اللي بيغلبني شويه. فبصوا بقى ما عجبنيش بصراحه الدرجه ديت، وقلت لا انا بعد كده خليني في الاحمر في البينك في الدرجات دي، تبقى حلوه وبتبقى كمان مبهجه كده. حطيت لهم الذهبي في ايديهم، وحط لهم كمان البتنجاني او الموف دوت البيوربل دوت في رجليهم، تمام.
انا بقى انا بالنسبه لي انا في الاخر بقى اخر اليوم خالص باخد، بعد بقى ما بكون عارفه ان انا خلاص مش هعمل حاجه تاني ومش هدخل بقى المطبخ تاني ولا هعمل حاجه، باخد بقى الشاور بتاعي، اطلع البيجامه بقى بتاعه العيد. لو انت بقى عامله شعرك بقى اي حاجه سواء ترميم بروتين فيلر اي حاجه وخلاص تمام اوكي، انت تاخدي الشاور وهتنشفي شعرك، مش عامله حاجه طلعي بقى الاستشوار، طلعي البيبي لسه وتبداي بقى ان انت تشتغلي في شعرك كده، وسيبيه بقى في العيد كده ليله الوقفه كده سيبيه. اعملي ميك اب كامل كده، لو انت متعوده ان انت تعملي ميك اب رقيق لا اعملي بقى ميك اب كامل كده يوم الوقفه. حطي بقى برفم، عطري نفسك على قد ما تقدري، مرطبات بقى وبرفم مخمريه، بودي سبلاش، ظبطي نفسك اللي انت تخلي ريحتك تكون قويه وريحتك تكون ثابته كده وحلوه لغايه يوم العيد الصبح كده. لو انت متعوده ان انت تلمي شعرك لا حطي توكه كده طوق وسيبي شعرك، جيبي توكه جديده ليكي، روش كده يكون درجته فقعه كده ومترقع، اعملي حاجه في نفسك تكون مختلفه، فاهمين قصدي؟ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. شغلي بقى التكبيرات بقى بتاع العيد وقعدوا بقى اسهروا لغايه صلاه العيد كده. خلي بقى العيال بقى ياكلوا بقى في الحاجات المسليات اللي انت عاملاها لهم للعيد، ويتفرجوا بقى على التكبيرات، يتفرجوا على تلبيه الحجاج، طول ما هم قاعدين بقى كده ياكلوا في الشوكولاته واللب السوداني والترمس وسهره العيد الحلوه دي، لغايه اما تيجي صلاه العيد نبقى سهرانين ومطبقين نروح بقى ايه صلاة العيد. تمام، بصوا بقى انا جبت الصينية التانية هي اتحطيت بقى فيها السجق، ده سجق بلدي، وبعد ما السجق كده ابتدى ان هو انا اشم ريحته نزلت بقى بالايه بالكفتة. تمام، وبعد كده بعد ما الكفتة ما بتاخدش وقت برضو مجرد كده تلف لفه كده اقوم حطها على جنب وموسعه مكان للكبده في النص، نزلت بقى بالكبده اللي انا متبلاها في النص وبوطي عليها النار خالص وبهديها وبغطي عليها. تمام، وفي الاخر خالص بعد ما لونها بيتغير عشان الدم يتحبس جواها كده ببتدي بقى اللي انا ايه اديهم تشويحه كلهم كده جوه بعض، ياخدوا من ريحه وطعم بعض. اللحمه الاستيكه هحطها في الاخر خالص. بعد كده نزلت بقى بالبصل للجوانح والفلفل وطماطم، طماطميه واحده صغيره، وهحط بقى حاجات بسيطه خالص من الملح والتوابل لان كل حاجه انا متبلاها وكل حاجه هي متبله، فبتبقى رشه بسيطه خالص للخضار. تمام، وعلقت على الرز الابيض الناحيه التانية، وكمان عملت السلطه وسقعتها في التلاجة، وعملت بقى الايه الرز الابيض وعصير المانجا عملته برضو حطيته في شفشق كده وقلت اللي انا اسقعه. عايزه اقول لكم ملك تعبت قوي في الصيام بتاع اليوم دوت، لان الساعه من ساعه ما اتغيرت فاليوم في الصيام بقى طويل قوي، يعني كنا متعودين في رمضان بنصوم لحد 7 انما اليوم ده طبعا لحد 8، فاليوم كان مرهق قوي بالنسبة لها. وبصوا كانت كل شوية مش قادرة دايخة كده اللي هو كده، فانا بحاول اصبرها وبحاول اقول لها ان انت تاخدي حسنات كتيرة واللي انت هيتغفر لك سنة فاتت وسنة جاية كده. يعني جبت بقى المخلل وابتديت بقى ان انا اجهز دلوقتي تجهيزات الاكل، ده كان على حدود الساعة 7:30 8 الا تلت كده. حطيت كمان فحمايه وولعت عليها واطفيها بقى عشان تاخد ريحه الشوي ويبقى ريحتها وطعمها حلوين كده. تمام، وبعد كده هبتدي ان انا اغرف بقى السلطه واغرف بقى وطلعت كمان العيش الفرن يوم الوقفه، عملت عيش حجمه كبير كده قوي مش اللي هو العيش المعتاد بتاع الافران، قلت مش مشكله المهم ان يبقى عندنا عيش في اجازه العيد عشان ما احتس. حطيت بقى في البولات كده سلطه، وطلعت بقى الطقم الصيني بحيث ان احنا بقى يوم الوقفه بندلع نفسنا كده ونعمل حاجه غير معتاده ونطلع كله يبقى جديد في جديد كده في كل حاجه. تمام، حطيت بقى السلطه، وعايزه اقول لكم ده كله وانا مشغله، كان على اخر اليوم بقى بصوا كان منظر الحجاج كده وهم كده على جبل عرفات، كان شكلها حاجه تشرح القلب، وكل بقى اللي ايه اللي عمالين يدعوا واللي بيتصوروا على في وهم بيحجوا. بالامانه بقيت فرحانه قوي بمنظرهم، مشغلاهم بصوا كده قدامي طول ما قاعده اطلع من المطبخ اروح اتفرج عليهم شويه وادعي شويه. وبصوا اليوم كان جميل والله بالامانه، صبيت بقى عصير المانجا زي ما انتم شايفين كده وطلعت كمان العيش اهوت في طبق، يبقى ناقص لي كده اللي انا هعمل السرافيس بتاعه المشكل. السرافيس دي قمر، بصوا انا حطيت عليها كده قطعت الاستيكه تقطيعات صغيره وحطيتها بقى على الصينيه القمر دي، بصوا الطعم والريحه تحفه اقسم بالله احلى من بتاعه سيد كبده. حاجه بلدي وحاجه نظيفه كده وحاجه طعمها حلو كده.
ومعمولة في البيت كده، وايه وتاكلي بقى براحتك بقى، مش العينات اللي احنا بنشتريها من بره ديت. ايه قلت بقى هعمل الصينية على سيرفيسنج واربص، كنت بفكر ان انا احط الصينية زي ما هي كده وناكل منها، ورجعت بصراحة في كلامي قلت لا انا هعمل سيرفيسنج كبار كده ايه ناكل منهم، فاهمين؟ فحطيت بقى غرفت كده زي ما انتم شايفين كده في السرافيس، وادي اطباق الرز الابيض وكمان السلطة والمخلل وعصير المانجا والعيش وبس كده. ده كان فطور يوم وقفة عرفات بألف هنا وشفا. بعد بقى ما خلصنا فطرنا وريحنا بقى شوية وفوقنا كده وشربنا العصير وفوقنا، خدنا استراحة كده ساعة، ابتدينا اللي احنا نقوم عشان نجهز بقى السهرة بتاعة العيد. خلاص هو مفيش كسل النهاردة، وكله بقى ايه تجهيزات لايه ليوم العيد. طلعت بقى جبت ايه بقى لسهرة العيد، جبت الشوكولاتة القمر اللي هي البسكوت ديت، وجبت شوكولاتة كوفرتينا اللي البسكوت، وجبت كمان الشوكولاتة اللي هي المحشية اللوز والبندق، قلت له شكل لي جزء لوز وجزء ايه بندق، وجبت كمان توفي، وجبت بقى تفاح، جبت بقى في الفاكهة ايه، جبت في الفاكهة تفاح، وجايبة مانجا بس المانجا دي مش للأكل، انا بعملها عصير، وجبت كمان المقرمشات. ما جبتش بقى المقرمشات التقليدية، لا جبت المقرمشات اللي هي مش عارفة بيقولوا عليها اسباني ولا ماليزي حاجة زي كده، تمام. وجبت كمان موز وجبت كمان عنب، قلت بقى ايه عندنا الاسبوع بقى بتاع العيد اجازة، يبقى عندنا حاجتنا كده، عندنا سهرتنا كده اللي هنسهر كل يوم في العيد عليها، ما يبقاش قاعدين بقى كده اجازه وايه وعايزين حاجات، لا جبت بقى شويه حاجات حلوه كده تكفينا الاسبوع بقى بتاع العيد، والسهره بقى بتاعه العيد كل يوم قدام مسرحيه قدام فيلم كده وايه، ونسهر بقى ايه في العيد، تمام. جبت بقى طبق الفاكهه وغسلت الفاكهه وقلت هشكل بقى تفاح وكمان عنب وموز، تمام. هطلع بقى طبق الفاكهه ده بره في الريسبشن عشان ماما وبابا لما بييجوا يعيدوا عليا اول يوم يبقى الحاجة جاهزة قدامهم بقى، ومش لسه اطلع ولا اي حاجة، تبقى الحاجة محطوطة قدامهم كده ايه جاهزة يعني وكده. وبعد كده جبت بقى الطبق دول، شكلت بقى فيه كل انواع الشوكولاتات بقى، شوكولاتة المحشية والبونبوني والتوفي والشوكولاتة المبسكوت كده يعني، وجبت كمان الطبق دوت وحطيت بقى فيه اللب كله. بص بقوله شكل لي كل انواع اللب اللي عندك وكمان السوداني وكده، انا بصراحة مش بحب اللي انا اجيب السوداني اللي هو اللي بقشره ده، عشان خاطر اللي يعني بيزبل لي الدنيا وفضلوا بقى يقشروا وفتافيت بقى بتاعته، شفتوا انت اللي يعني في حد كده سحب شوكولاتة وجري كده. فقلت لا انا مش انا ما بحبش اجيبه، انا بحب اجيب السوداني اللي هو متقشر ده، فجبته كده بحب ان انا اجيبه كده وما بجيبش بقى الايه اللي هو بقشره ده. وبعد كده جبت بقى البونبونيره، وابتدت بقى ملك تساعدني وقالت لي ماما هساعدك بقى، قلت لها تمام تعالي. فجبنا بقى البونبونيره وبقينا نشكل في كل بونبونيره كده كل انواع الشوكولاته، انا بحط بقى واحده جنبينا على الكومودينو في غرفه النوم، وواحده بقى على السفره، وواحده في غرفه الصالون اللي هو بوزعهم في الشقه كلها، بتبقى مليانه بقى من الحاجات دي، فاكهه بقى وشوكولاتات ولب وزداني والحاجات الحلوه والحركات والحاجات الحلوه بتاعت العيد دي. جبت كمان الشياله، وجات لي بقى فكره قلت لا طب انا هستغل الشياله، ليه ما احطش فيها بسكوتات وشوكولاتات وحاجات من ديت، يعني مش شرط تبقى الكحك والبسكوت بس. ما جبتش الرف الاخراني، ما ركبتوش الكبير قوي ده، قلت لا كفايه رفين صغننين كده يبقوا حلوين على قد الشوكولاته. وادي كمان الفاكهه اهيت واللب السوداني والترمس، كمان غرفت طبق ترمس كده وحطيت عليه حبه شطه وليمون كمان. وادي بقيه الشوكولاته بقى بعمل فيها ايه، بحطها في الفريزر تسقع كده وتبقى حلوه، انا بحب اكل الشوكولاته جدا من الفريزر، وما بطلعش بقى من الفريزر الا ايه بعد كده لما الحاجه اللي انتوا شايفينها دي بتنقص او بتخلص، ببتدي ان انا ازودها بس من الفريزر. رحت بقى دلوقتي على السفره، حطيت بقى الايه الطبق بتاع الفاكهه، وكمان حطيت بونبونيره، وحطيت طبق طويل كده كبير كده للايه للمسليات. جيت كمان هنا على الترابيزه بتاعت الركنه، حطيت بقى فيها الشوكولاتات وشيلت الكحك حاطه فيها الشوكولاتات، وحطيت كمان طبق الفاكهه، وفي الصينيه حطيت طبق الترمس، وحطيت كمان الايه اللب والسوداني مع البلالين مع تكبيرات العيد مع الصوت بتاعت البيت الحجاج اللهم بارك، حاجه كده اساسا مبهجه ومفرحه، ونفضل معلينها بقى بعد الفطار بقى بنعليها لغايه صلاه العيد بقى، يعني بنفضل بقى مشغلين الحاجات دي وبناكل في الترمس والحمص ومعلين بقى التكبيرات لغايه صلاه العيد بقى ايه واحنا سهرانين بقى، نسهر بقى ايه نرسم بقى في الحنة، نحط في المناكير،
لو هنعمل حاجة تاني من أي حاجة من الحاجات ديت، لو في حاجة ناقصة في اللبس بتاع العيد بنجهزها، بنبدأ نظبط في الحاجة ديت لغاية بقى ايه صلاة العيد. ما بصوا ما بيجيناش نوم اليوم ده، يعني احنا لو احنا جات لنا نية كده اللي احنا لا عايزين ننام شوية عشان نفوق على صلاة العيد، ما بنعرفش اساسا ننام في اليوم ده. تمام. بعد ما خلصت كل حاجه وخلصت البنات وجهزتهم وكده، دخلت بقى اشوف انا نفسي بقى، ابتدي بقى طلعت كده الترنج بتاعي بتاع الوقفه، وكمان ابتديت بقى انا اجهز بقى الاستنباط بتاعه الحنه، وقلت بقى انا عايزه اعمل اللي هو الرسم الرفيعه ديت على صوابع الاتنين كده، بحب الرسمه دي قوي اللي هي تبقى على الصوابع، بحب ارسم على صوابع ايدي قوي. إيه تمام، واحط بقى في النص ورده كده. بصوا انا كنت محتاره اجيبها من اول الصباع ولا من تحت شويه تقبل الرسمه التانية، وقلت ارسم ورده بقى، ارسم يعني اختار حبه رسومات كده وانسق بقى ايه اللي ارسمه هنا وايه اللي ارسمه هنا. ببتدي اللي انا اوزع بالحبر بتاعي التاتو وافرد بقى كل الكلام ده، اعمل بقى ايه. وبصوا بقى جبت برفيوم كمان جديد كده للعيد كده، برضو بحب اللي انا دايما على العيد اجيب برفيوم يكون مميز كده وريحته قويه، عشان تبقى بقى ايه مظبطين الدنيا كده في العيد بقى، ومع البيجامه بقى بتاعت العيد بقى، وسيبي شعرك كده واعملي ميك اب كامل كده، وجيبوا حاجه حلوه تسهروا عليها تتفرجوا عليها، وحطي بقى الحاجه دي جنبك كده قدامك كده، وقعدي بقى اسهري انت وولادك كده لغايه صلاه العيد بقى، تبداوا اللي انتوا تلبسوا وتنزلوا بقى من بدري شويه عشان تبداوا اللي انتوا تلحقوا بقى الايه إيه، لان بتبقى زحمه قوي في صلاه العيد يعني وكده، تلحقوا مكان. بصوا وزعلت قوي قوي، انا لازم ليا رسمه كل عيد تبوظ في الرسومات بتاعت الحنه دي، لازم انا بالذات غير ولادي لازم انا تيجي لي رسمه كده تبوظ يعني وكده. المهم ان انا الصباع اللي هو على اليمين تمام طلع مظبوط، الصباع اللي بعده هو اللي اتبهدل من تحت، لاني بصوا اللي بيبهدله بقى ان بيبقى فيه فراغات في الهواء والرسمه بتطلع لفوق وتقب كده، بس رسمه البورده التانية اللي هم بيرك طلعت حلوه، والسواد بتاعها كمان طلع قوي قوي. احط كمان بقى المناكير واظبط بقى انا كمان المونوكير بقى، واظبط البيجامه بقى بتاعتي والحاجات بقى بتاعت الشعر والبشره والميك اب، عشان بقى ايه نبقى خلاص كده خلصنا كل حاجه. تعالوا بقى شوفوا الحلويات بتاعتي كده بعد ما جهزوا، يلا سلموا عليهم. سلام عليكم، انتي طيبه يا روحي. تعالوا بقى كده شوفوا كده الاوتفيت كده بتاع مكه الاول. بصوا ميكي، وريهم كده يا ميكي الترنج بتاعك، قمر قمر قمر، وتوريهم كده كمان التوكه العروسه اللي انت اخترتيها تلبسيها، لبست بقى التوكه العروسه ديت، ووريهم بقى الحنه في ايدك كده يا ميكي. بصوا بقى الحلاوه والشياكه جميله. اه على دراعك، لا دراعك التاني، على دراعك التاني. اه ده بصوا بقى، بصوا كمان الترنج بقى مع الاكسسوارات مع الشعر، وعملت لها بقى كذا كده، دي الحصان كده صغير كده، وعملت لها كمان كحك من ورا كده، عملت لها تسريحه حلوه قوي للعيد. تمام تعالوا بقى كده شوفوا بقى ملك، بصوا القمر والحلاوه، ملكه كبرت يا جماعه والله. بصوا الملابسين زي بعض كده، بس الفرق ان بتاع ملك كده تحسوه ايه الالوانات البناطيل يعني ايه مختلفه، انما هما لابسين شبه بعض قوي. وريهم كده يا لوكا كده، بصوا بقى ملك اختارت الفراوله تحطها في شعرها والسلسله، واختارت كمان الاسوره. وريهم حرف الام اللي انت عملتيه، احنا ما عملناهوش امبارح، ما صورناهوش امبارح. بصوا عملت بقى حرف الام هنا، وهنا عملت القلوب ده، حطت المونوكير الذهبي في ايديها، وفي رجليهم حطوا بقى المونوكير الايه البتنجاني. انتوا عارفين احنا نسينا نحط ايه؟ التاتو. يا مكة انت نسيتي التاتو يا مكة، ثانية اجيبه لكم واحطه لكم كده. حطيت لهم بصوا كده التاتو. بصوا هو لازم يعني نكمل كده الحلويات بتاعة العيد لغاية الاخر، صح يا ميكي؟ انت مبسوطة يا ميكي؟ على فكرة هم فاصلين، هم مفيش حاجة، هم بس فاصلين عشان خاطر السهر وكده، هم مش متعودين يسهروا الوقت الطويل ده قوي، فتلاقيهم هم الاتنين فاصلين، عايزين تناموا براحتكم، انا مش منعاك. هم اللي بيفضلوا يعندوا يقولوا لي لا نسهر لغاية ايه لما تيتا وجدو يجوا في العيد، صح يا ميكي؟ انت مبسوطة بالحاجات اللي احنا عملناها؟ انت مبسوطة يا ملك؟ بس ملك ملك فصل اكتر من مكة، يمكن مكة فقت شوية بالبلالين. انت لو عايزة تنامي انت نامي، انا مش هقولك ما تناميش، عايزة تنامي ساعة تفوقي بيها فوقي. ايه هتصحي ولا هتنامي ولا ايه ظروفك؟ ايه بت ردي.
ما فيش خالص، انا هقعد اصورهم دلوقتي بعد ما جهزوا كده وخلصوا، بنفضل قاعدين لغايه صلاه العين، بيقدروا ايه بقى موحين معايا ويقولوا لي لا احنا هنقعد نستنى تيتا وجدو لما يجوا ويصلوا العيد، ويقولوا لي لا هنقعد نستنى تيتا وجدو لما يجوا، ما بيردوش ان هم يناموا. فهم بقى بصوا هقعد بقى دلوقتي اصورهم بقى صور حلوه كده، ايه قبل ما يروحوا صلاه العيد كده اصورهم بقى شويه صور حلوه كده تبقى ايه للذكرى بتاعه عيد الاضحى. ماشي، عايزين بقى ضحكه حلوه كده عشان نفرجهم على الصور، يلا بينا. ما تنسوش بقى، عايزين لايكات كتيرة قوي للفيديو دوت، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.